بعدما خسروا أطرافهم بسبب داعش يفتقدون اليوم الأطباء الاختصاصيين. إلى المشافي المنتشرة في الحسكة شمال سوريا، يتدفق في الآونة الأخيرة عدد كبير من المقاتلين الأكراد الذين يحتاجون إلى عمليات بتر لأحد الأعضاء، خاصة اليدين أو الرجلين. ففي حربها العنيفة ضد الفصائل الكردية، تركز داعش على عمليات تفخيخ المنازل والسيارات وزرع الألغام في الحسكة، ما أدى إلى ازدياد عدد المصابين بفقدان واحد من أطرافهم أو أكثر، من بينهم مقاتلات كرديات في وحدة حماية المرأة. معاناة هؤلاء الجرحى تتفاقم مع النقص الكبير في الأطباء الاختصاصيين ببتر الأعضاء وبتركيب الأعضاء الاصطناعية، كما أن الحصار يحول دون تمكنهم من الانتقال إلى أماكن أخرى حيث تكون احتياجاتهم متوافرة. نحن نعاني نقصا في الأطباء المتخصصين في تركيب الأطراف. أتمنى وجود مثل هؤلاء الأطباء كي نعود مجددا إلى جبهات القتال. في عنا كثير من المصابين اللي بيجونا، نقدم لهم قدر الامكان الاسعافات الاوليه، وفينا نقوم بعمليات نوعيه، بس في عنا الكثير من العمليات اللي ما فينا نقوم فيها، مثل المبتورين عندهم البتر بالاطراف نتيجه الالغام، وهي كتران كثير عنا بهالوقت هلا، وما عنا اخصائيين لتركيب الاطراف، وفي عنا حصار كثير على المنطقه من الحدود التركيه سواء كانت ولا الحدود العراقيه. في عنا نقص كثير بالمواد، يعني بنتمنى انه يكون عندنا شي حدا يقدر يساعدنا او حتى يفوتونا المواد لنقدر نقوم بهالعمليات هاي. من مشافي الحسكة إذن مناشدة طبية وإنسانية في وقت يشتد تصميم المقاتلين رغم إصاباتهم على العودة إلى ساحة المعركة لمحاربة إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية.